المرحلة الأهم في دورينا في هذا الموسم الكروي 2022-2023، وكلاسيكو آخر من كلاسيكوات كرة القدم الليبية، كلاسيكو يجمع بين فريقي الأهلي طرابلس وفريق النصر على أرضية ملعب وميدان المونستير، أكيد الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات بمدينة المونستير التونسية، يحتضن ثالث لقاءات الجولة الافتتاحية لسداسية التتويج في النسخة 48، لمن ستكون الغلبة؟ لمن سيكون الفوز في ثالث لقاءات الجولة الافتتاحية؟ بداية اللقاء والانطلاق على بركة الله طاقم تحكيم صربي بقيادة نوفاك سيموفيتش كحكم وسط على التنفيذ. عبد الله العرفي، هل تلعب على مستوى القائم الاول او الثاني؟ عبد الله انتظار التنفيذ، العرفي يلعب الكروس والعرضيه على مستوى القائم الثاني، خطيره خطيره خطيره، جول جول ماب ماب شكري، اللاعب الشاب مآب يأتي من بعيد ليسجل أولى أهداف الأهلي. مآب شكري قلب الدفاع، اللاعب الشاب الذي يبدأ أساسيا في هذا الشوط الأول وفي هذا اللقاء وفي هذا الكلاسيكو، يعطي الأسبقية ويعطي الأفضلية للنادي الأهلي العاصمي، للنادي الأهلي التريبولي عن طريق ثلاثة. مآب شكري، هناك اعتراض وهناك احتجاج من لاعبي فريق نادي النصر على الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش في انتظار لقطة الإعادة، وفي الإعادة إفادة أكيد راسية في مرة أولى والتصويبة والكرة في المرمى، هل يحتسب الهدف أم ماذا؟ في انتظار أكيد قرار حكم اللقاء وقرار الفار، أكيد لقطة الإعادة والكرة والهدف موجود، أكيد الحكم والقرار الأخير لطاقم التحكيم الصربي بقيادة نوفاك سيموفيتش. هنا أمامنا يتفوق هيثم العيوني من أمام مدافع فريق نادي النصر، والمتابعة تأتي عن طريق مآب الشكري، والقرار أكيد لطاقم التحكيم الصربي، طاقم تحكيم أجنبي وصل إلى هذه المرحلة وإلى البلاي أوف وهو في المركز الثالث لفرق وأندية المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز. الركنية التي تحمل الرقم 4 هذه المرة لصالح فريق نادي النصر في هذا الشوط الأول. على التنفيذ المهدي الكوت يلعب الكرة، هذه المرة خطيرة، جول 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 جول، محمد شكربة، شكربة يرتقي عاليا، يضرب كرة بالراس بدون رقابة، بدون أي رقابة، محمد شكربة يأتي من بعيد يرتقي فوق الجميع ويسجل هدف التعديل لفريق نادي النصر. أبناء البركة يعودون ويسجلون هدف التعديل في هذا الشوط الأول. هنا أمامنا لقطة الإعادة، المهدي الكوت يرتقي عاليا دون رقابة، شكربة بطريقة والأروع يسكن الكرة شباك الحارس محمد نشنوش، شكربة قلب الدفاع يضرب كرة بالراس والهدف الأول لفريق نادي النصر، هدف التعادل في هذا الكلاسيكو يأتي من قلب الدفاع. شكربة يرد على مآب، مآب أعطى الأسبقية لفريق الأهلي، وشكربة لم يتأخر في الدقيقة رقم 32 يرتقي عاليا فوق الجميع ويسجل هدف التعديل. كرة من جديد تعود لصالح فريق نادي النصر، هجوم من جديد وصافرة وخطأ، صافرة وخطأ يحتسب حكم اللقاء نوفاك سيموفيتش، وبطاقة صفراء واندر. بطاقة صفراء واندر، مستوى فني ممتاز يمثل كرة القدم الليبية خير تمثيل وأحسن تمثيل. جوني بوكو، جوني بوكا، جوني بوكا، جوني بوكا، صاروخية من النيجيري عابرة للقارات، يباغت بها الجميع، يباغت بها دفاعات وحارس المرمى عبد الجواد رزق، ويعطي الأسبقية والأفضلية لفريق العاصمة الأهلي. جوني بوكا قوية جدا، لا تصد ولا ترد من هذا النيجيري. هنا أمامنا لقطة الإعادة، بوم
جول. اوه يا جوني بوكا قوية قوية قوية، ولكن تغير مسارها، اكيد تغير مسارها، وايضا ازدادت صعوبة على عبد الجواد رزق. الكرة عندما يتغير مسارها يتغير اتجاهها، ايضا اصطدت بمحمد مكاري او اصطدت باحمد مكاري مهاجم فريق نادي النصر، وتغير مسارها وغلطت الحارس عبد الجواد رزق، وجوني بوكا يعطي الأسبقية والأفضلية للمرة الثانية في هذا الشوط الأول للأهلي العاصمي الأهلي تريبولي. إذن جوني بوكا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضايع في الدقيقة 46، العرفي عند المنير، وفي هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا حكم لقاء نوفاك سيموفيتش الصربي يطلق صفيرته معلنا عن نهاية أحداث شوط اللقاء الأول من جديد هنا في بداية وانطلاق الدقائق شوط المباراة الثاني من كلاسيكو الأهلي والنصر في إطار الجولة الأولى، آخر مباريات هذه الجولة الافتتاحية لمباريات سداسية التتويج في النسخة 48 من مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم. تركناكم في نهاية دقائق الشوط الأول بتقدم الأهلي العاصمي بهدفين مقابل هدف وحيد. أهداف الأهلي جاءت عن طريق ماب شكري، وكذلك المحترف النيجيري جوني بوكا، فيما جاء هدف النصر الوحيد عن طريق المدافع محمد شكربة. كيف ستكون المعطيات في 45 دقيقة ثانية؟ كيف ستكون الحلول التي وضعها كل مدرب، سواء كان التونسي طارق جراية المدير الفني للأهلي تريبولي، وكذلك الصربي نوفاك أو زوران ميلينكوفيتش؟ يلعب كورة عالية على مستوى القائمة الثانية لأبعاد من دفاعات النصر، طقطق يأكد بعد الكورة، والكرة السهلة عند الأونغولي كارمو إرنيلسون، يوصل الكرة باتجاه مؤيد جدور باتجاه العيوني، هيثم العيوني، اللونج بول بالمليمتر ممتازة من العيوني باتجاه العرفي جول 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 عبد الله العرفي، يا سلام يا سلام يا سلام، يضيف ثالث الأهداف، يضيف هدف ثالث العشرة. عبد الله العرفي كورة ولا أروع، ينقض وينسل من الجهة اليسرى لهجوم فريق الأهلي، وعلى الجهة اليمنى من دفاعات النصر هنا أمامنا التمريرة هيثم العيوني، كرة مليمترية بالمقاس، يا سلام، يضرب فيها دفاعات النصر، وعبد الله العرفي كنترول، عبد الله العرفي قام راسه، عبد الله العرفي غالط عبد الجواد رزق، والكرة في المرمى في الشبكة، الثالثة الأهداف لأهلي العاصمة، الثالثة الأهداف لأهلي تريبولي من أمام فريق نادي النصر. هنا أمامنا عبد الله العرفي تعامل بذكاء كبير الجميع وبما فيهم حارس المرمى عبد الجواد رزق، توقع أن يلعب الكرة عرضية باتجاه بوكا وصلته، ولكن العرفي غالط عبد الجواد وغالط الجميع وأسكن الكرة المرمى بشكل مباشر. هدف ثالث عن طريق متوسط الميدان، العرفي يلعب التمريرة حلوة باتجاه وصلته، ولكن خروج عبد الجواد رزق في توقيت مثالي. لا تزال المحاولة عند المنير محمد المنير، قتال وصراع لكل كرة، يتفوق من أمامه عادل جرار، يمشي الجزائري يلعب كرة في المساحة والتربي في الضغط، يا خروج الحارس محمد نشنوش يضع منطقة علي بوعرقوب، والكرة طالت، أو علي معتوق عفوا، والكرة طالت وغادرت أرضية الملعب. عبد الجواد رزق يلعب بالنار حداري، عبد الجواد والكرة تبعد من رزق باتجاه 27 البديل عادل بوحليقة، يبعد البديل الآخر على القشدار. 95 دقيقة لعب على أحداث شوط اللقاء الثاني، وبالفعل في هذه اللحظات السيد نوفاك سيموفيتش الواضح أمامنا على الصورة يطلق صفيرته معلنا عن نهاية أحداث وأجواء شوط اللقاء الثاني والمباراة الختامية للجولة الافتتاحية من مباريات الدور السداسي